اهلا وسهلا بكم الناس الكل ونيوصل صوتنا في تونس الكبرى على 89.9 سينو تسمعونا في القيروان على 93. هذه اول اذاعه مختصه في الصحه رجل حياه فام، واليوم موجودين باحد النزل الخاصه الحقيقه مستشفى رابطه، تحديدا قسم الجراحه العامه بالرابطه. اليوم ينظم اول يوم علمي، وكان الموضوع مهم برشا اليوم الكونسيدوم هذا، خاصه مع التفشي بالاصابه بالمرض هذايا. وسعيد جدا بحواري مع الدكتور منى عيادي، استاذه مبرزه بكليه الطب بتونس اختصاص طب اورام في معهد صالح حصايد. دكتور اهلا وسهلا. عسلامة بخير. مالوغوزمون في تونس عدد الاصابات بسرطان المستقيم القولون المستقيم مش يكبر. مالوغوزمون ماشي يكبر، نشوفوا دو بلوس ان بلوس دو حالات متقدمه، دو بلوس ان بلوس دو حالات عند الصغار دي جون، دونك الحمد لله معناها فما دي فوا نفيقوا بهم بكري، دي فوا نفيقوا بهم مؤخر، ونحاولوا ناخذوهم ان شارج كوم يفو. Est-ce que réellement l'hygiène de vie, est-ce que اليوم peut-être زاد نوعيه التغذيه قاعدين ياكلوا فيها، هذا كل فون بارتي اوزر سيغتينمون. فما برشا دي زيتود في العالم قاعدين يصيروا دون سو سانس لا بور سافوار شنو هو علاش نشوفوا برشا امراض سرطان المستقيم قاعد تزيد. فما شكون يقولوا اللحوم الحمراء، مي بون ما فماش دي دوني سور. المنظمه العالميه للصحه تقول اللحوم الحمراء 500 غرام في الجمعه باغ سومين سوفي لارجومون. دوك تعرف احنا هوني في تونس ناكلوا برشا لحم، فما d'autres études يقولوا اللي هما toutes les viandes transformées. Viande transformée معناها القديد جامبون السلامي. Et c'est vrai que on a tendance de plus en plus à manger beaucoup jambon salami. Je pense que les femmes au foyer et les mamans تستسهلوها pour les enfants. القديد احنا malheureusement القديد نيكلو برشا قديد في تونس. Mais c'est vrai que ما فهميش حاجة صحيحة كي أبروفي سا داكور. جو بونس كو كيلكو سوا سكو فا مانجي أنا ديما نقول لا إفراط ولا تفريط دونك هذا هو. ونحاولوا نوعيو العباد احنا سوغ سو بوان لا باش ما يكثروش من الحومات الحمراء، باش ينوعوا في ماكلتهم، باش ياكلوا صحي، باش ما يكثروش في الحومات الترانسفورمي سكو نابيل الحومات الترانسفورمي جامبون وسلامي والقديد والحاجات هكاكا. اي مانجي essayer de manger tout ce qui est naturel معناها الحاجات الطبيعيه. معناها احنا بريتو في البحر الابيض المتوسط on a le régime méditerranéen اللي هو en fin de compte ما خيرش منه الزيتونه والطماطم الفرشكه والحاجات الفرشكه والحوت وكل دونك عشان نرجعوا للعادات هذه. اكزاكتومون. هل انه ورم المستقيم القولون ورم شرس؟ أوزري هو ورم شرس متوا الحمد لله العلم تقدم وفما برشا حاجات جدد صاروا ودايغ دو لانتيغي دو المؤتمر هذايا والملتقى هذايا والدواء موجود والحلول موجوده. دوك ليسونسيال سيكو نفيقوا به بكري، نفيقوا به بكري باش ما تتطورش الحاله، باش نجموا نكونوا ناجعين في الدواء ونجموا نكونوا سكون ابيل كوراتيف معناها كوراتيف معناها هي الدواء نجموا نداويو المريض. On peut éviter نجمو نتجنبو الجراحه. Justement, ça c'est une grande question. Ou هذا entre autres un des objectifs de الملتقى هذا باش نشوفو est-ce que فماش مرضى بالمستقيم بسرطان المستقيم اللي نجمو ما نشقو لهمش ما نخلطوش للجراحه. حاجة مهمة ياسر لازم يعرفوها العباد الكل اللي ان فيت ما فماش طبيب كي فا بخوندر ان شارج، ان سول ميدسان كي فا بخوندر ان شارج لو مالاد كي اللي عنده ورم في المستقيم. فما برشا طب اونتخ اوتخ، فما جراح، فما طبيب الاشعة، فما طب الاورام، معناها سي ملتي ديسيبلينير متعدد اختصاصات. دونك توا العلم جوستومون ماشي دون سو سانس لا، شنو نجمو نعملو اضافه للمريض هذاك باش ما نخلطوش نشقوا له. سورتو كو تري جينيرالمون هذا الورم في المستقيم كي يبدا اللوطه تري سوفون المريض باش ترسينا نعملوا له شكاره سكي زابيل شكاره اي سي تري جينون سورتو كي يبدا المريض صغير. دونك فما برشا بحوث في العالم وبرشا برشا دي زيتود قاعدين يصيروا جوستومون بور سافوار است كون بو ايفيتي سا وشكون هم المرضى اللي نجموا ما نشقولهمش. نسبه انه يرجع المرض حتى بعد جراح او بعد عمليه مداوات هل هي نسبه مرتفعه؟ شو هي تو ديبوندرا دو شنو فانا ستاد هو جينا من الاول فهمت. دونك سي تري فاريابل و دو توت لي فاسون سكي فو سافوار سكو معناها احنا من الاول المريض ناخذ القرار كلنا مع بعضنا
معناها مع الجراح مع طبيب الأشعة وكلكو سوا شنو لا ديسيزيون كي باش ناخذوها ديما المريض مش باش نصايبوه من بعد اون فالا لو شي دون لا ناتور المريض باش يقعد ديما يجي وديما يراقب وديك فما حاجة احنا اوني لا بور انترفينير كو سوا بالجراحة كو سوا بالكيميائي كو سوا بالأشعة ان شاء الله. خلي جو بروفيت قبل ما نختم معك دكتور أهم الأراضي على الأقل لزوديتور اللي يسمعوا فينا وقت يقولوا تيان تاو لازم نمشي راني الطبيب ما عادش نجم نبطع برشا بوريفيتي على الأقل ولا تكون عملية التقصي مبكرة جدا لضمان نجاح بعد عملية المداواة. بفيت كي نقولوا تقصي ديجا هو المريض مش المريض معناها عبد كيبدا عنده دي زانتيسيدون دون لا فامي معناها اذا كان عنده عبد مريض خوه ولد عمه اخته بوه امه هذيك ديجا لازمو يرد باله على روحه لازمو هذاك يتفقد روحه ساعة ساعة وبعد الأعراض إذا كان هبط عليه دم إذا كان عنده دي تروبل دو ترانزيت معناها مرة إسهال مرة قبض مرة هذوك الكل جو بونس كي مازمش يسكت عليهم خاطر تخي سوفون نشوفوا المرضى عنده دياري يمشي ياخذ دواء من الفارماسي عنده قبض قلا خاطر درت شنو يمشي ياخذ دواء من الفارماسي ويسكت على روحه دوك وإلا نشوفوا زيد يهبط عليه دم يسخايلو عذر ديما هذا سي توجور كلاسيك يمشي ياخذ دواء من الفارماسي عذر دوك هذا الكل يفو با يفو الي كونسولتي او مواندر سيني معناها يفو الي كونسولتي داكور سورتو سي ا دي انتيسيدون فاميليو اذا فما تاريخ عائلي مهم برشا في العرف في العروق والعراف هذيا راه لازم عملية المتابعة المستمرة. دكتور عيادي أستاذ مبرزة بكلية الطب بتونس اختصاص طب الأورام في معهد صالح عزايز أكرو ميرسي بو الانترفيو ميرسي أفو الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة